ما قال القرآن الكريم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ولكنهم في الأخير قالوا أن إبراهيم هو الذي بقي في المدينة. وأصلا النبي إبراهيم كان مهددهم أنه يعني راح يعمل مصيبة للأصنام، فقال البعض منهم قال يعني أن احنا سمعنا إبراهيم النبي يعني فتى اسمه إبراهيم يتكلم عليهم، فقالوا فأتوا به، فكما هو في القرآن الكريم يعني مذكور، فأتوا به على أعين الناس حتى يعني يسألوه، ولكن وقالوا له من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم. وهنا النبي إبراهيم استغل الفرصة ولقنهم درس قوي جدا، وأوصل الرسالة التي أرادها من تكسيرها للأصنام. فقال لهم أنا لا أعرف، عندكم كبيرهم موجود الفأس على عنقه وهو سليم، وهذا يدل على أنه يعني إن كانوا يعني كما تقولون أنهم ينفعون يضرون أو يعني ما إلى ذلك، فأسألوهم إن كانوا ينطقون. وهنا وقع القوم في حرج شديد، فيعني كما قال الله سبحانه وتعالى قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم أنكم أنتم الظالمون، يعني كيف إحنا يعني الآن وقعنا في حرج شديد مع إبراهيم. فثم رجعوا إلى عند النبي إبراهيم يقولوا له إبراهيم أنت أصلا تعرف أن هؤلاء يعني لا ينطقوا ولا يتكلموا. فهزأهم النبي إبراهيم وقال لهم كيف تعبدون من دون الله، يعني ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم، إيش هذا العبادة، يعني أين عقولكم؟ قالوا يعني لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قالوا يعني قال تعالى قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وهنا ورغم اتضح الحقيقة إلا أنهم قرروا أنهم يأخذوا النبي إبراهيم ويذهبوا به إلى النمرود. ثم النمرود سأل النبي إبراهيم لماذا فعلت هذا، يعني لماذا كسرت الآلهة؟ قال له هذه ليست آلهة. فقال له من إلهك يا إبراهيم؟ قال يعني ربي الذي يحيي ويميت. لأن النبي النمرود كان يفكر لما كث يعني أنه سيكون جواب إبراهيم أنه أنت إلهي، فقال له لا، إلهي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود أنا أحيي وأميت، وأمر بإثنين أشخاص محكوم عليهم بالإعدام، فقتل أحدهم وعفى عن الآخر. وقال له لقد أمت هذا وأحييت هذا. وهنا النبي إبراهيم كان يستطيع أن يقول له أحي الذي أمته، ولكن النبي إبراهيم ترك هذا لتقدير يعني التقدير لعقول الناس. فألهمه الله سبحانه وتعالى يعني أن حجة أقوى منها، وقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني الشمس تأتي من المشرق، فالنبي إبراهيم لازم أنه يأتي بها من المغرب. وهنا انصدم النمرود وذهل من هول ما سمعه، ولم يصدق ما سمعه من إبراهيم، وغضب غضبا شديدا. ويقال أن هذه القصة أصلا حصلت بين النمرود ونبي إبراهيم من قبل أصلا، وأنه ذات مرة بينما كان النمرود يوزع الخبز على الناس الذين يأتوا إليه بشرط أنهم يسجدوا له، يعني أنه كان النمرود يوزع الخبز على الناس الذين يأتوا إليه بشرط أنهم يسجدوا له، وعندما وصل الدور على النبي إبراهيم رفض السجود. فقال له النمرود من إلهك؟ قال إلهي الذي يحيي ويميت. وهذه القصة التي ذكرناها قبل قليل. وغضب النمرود غضبا شديدا بعد أن أفحمه إبراهيم بموضوع الشمس، وطرد إبراهيم ولكنه لم يقتله حتى لا يقول له الناس أنك قتلته لأنه أفحمك. المهم وطرده بدون أن يعطيه. وعندما عاد النبي إبراهيم يعني صفر اليدين، وقبل أن يصل إلى بيته أخذ رمل في الإناء ودخل، ثم تركه في البيت وأخذ قيلولة. وبعد أن صحى النبي إبراهيم من القيلولة من النوم أحضرت له زوجته الطعام، فسألها من أين هذا الطعام، فقالت له من الطعام الذي أتيت به أنت، فعرف أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمه. المهم نعود إلى يعني قصة نتيجة تكسير الأصنام. استغل عندها النمرود يعني هذه الفرصة وأمر بإشعال نار عظيمة. هذه النار يقال أنها أكبر نار، يعني من أكبر النار التي وقدت في الأرض. وأخذوا النبي إبراهيم وربطوه على المنجنيقات يعني ورموا به إلى وسط النار. تخيلوا معي كبر هذه النار، أنهم ما يستطيعون أنهم يصلوا يعني إلى وسط النار إلا أنهم يرموا بالنبي إبراهيم بالمنجنيقات. وهنا حدث أمر يعني صادم للنمرود، وهي معجزة. تمنى النمرود أنه ما يفعل هذا الشيء بإبراهيم لأنه أظهر عجزه أمام الناس. فالله سبحانه وتعالى أمرنا النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، كما قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بعد ذلك خرج إبراهيم من النار سالما معافى، وغضب النمرود غضبا شديدا وعصب وذهب فورا إلى حليفه إبليس.
وقال لهم: ألم تعني توعدني أنك سوف يعني تعطيني قوة أحكم بها الأرض ومن عليها؟ قال له: أنت الآن إبليس قال له: أنت الآن حاكم الأرض ومن عليها. فقال له حاكم الأرض ومن عليها إلا إبليس إلا إبراهيم. وغضب غضبا شديدا وهدده بالقتل، يعني النمرود هدد إبليس بالقتل. ويقال هنا أن إبليس عليه لعنة الله ابتسم ابتسامة خبيثة وقبل منكبي النمرود، المنكبين هما الكتفين، وذهب. فاستغرب النمرود من حركة إبليس وظن أنه يعتذر له، وأخذ نفسه وراح طلع فوق ينام ولا على باله كذا. المهم عندما صحى، صحى على أصوات فحيح ثعابين على كتفيه، فإذا بصوت أيضا من بعيد يناديه ويقول له: إذا لم تطعمهم كل يوم فإنهم سوف يأكلوا رأسك. وكان هذا الصوت هو صوت إبليس عليه لعنة الله. المهم النمرود حاول أنه يقطعهم من على كتفيه ولكنه ما استطاع، كل ما يقطع واحد ينبت له واحد آخر في مكان آخر. وحاول أن يطعمهم ولكن ما كانوا يأكلوا. وهنا عرف النمرود أنه وقع في مصيبة ما منها مفر، وأخذ يفكر كيف يعني يطعمهم. فكر بكلام إبليس أنهم سوف يأكلون رأسه، فقال: داموا أنهم يحبون الرؤوس فلماذا لا أقرب أن آتيهم برؤوس أطفال؟ فأمر جنوده أن يقطعوا له رأس طفلين وأتوبهم إليه وقدمهم إليهم فأكلوهم عندما رأوا رؤوس الطفلين. المهم استمر على ذلك ويأمر جنوده كل يوم أن يذبحوا له أطفال ويأتونه برؤوسهم ويقدمهم لهم حتى يأكلوهم. إلى أن وصل الأمر ذات يوم من الأيام إلى عند شخص اسمه كاوي. كاوي هذا كان نجار في بابل، وكان معروف أنه قوي البأس وشديد. المهم وعندما رأى كاوي أطفاله ميتين أمامه بدون رؤوس غضب غضبا شديد، وقام نزل إلى بابل وأجج ثورة ضد النمرود. وانتشر خبر يعني كاوي في الأقاليم السبعة، يعني اللي هي القارات السبعة، والناس أخذت تتوافد إلى عند كاوي علشان يتخلصوا من موضوع النمرود. وبعد أن جهز جيش كبير ذهب إلى برج بابل ودخل على النمرود بنفسه. وعندما رآه النمرود ظنه أنه حداد عادي يستعرض يعني أغراضه حتى يعني يبيعهم على النمرود، ولكنه تفاجأ برجل يكلمه وكأنه قائد عسكري كبير محنك، وقال له: اسمع يا ملك بابل، أسلم تسلم. فقال له النمرود: أأنت من أتباع إبراهيم؟ قال: نعم، نحن من أتباع إبراهيم، وقد جئنا لدعوتك إلى دين الحق، إما أن تسلم وإما أن تقتل، واحد ما فيها واحد اثنين. فغضب النمرود من كلامه، من الكلام الذي قاعد يسمعه، ورفض يعني الدعوة، وتوعدهم أنه بمعركة يمسح فيها كل أتباع النبي إبراهيم. واتفقوا على معركة بعد 3 أيام من هذا اللقاء. وجهز كاوي جيشه وجهز النمرود جيشه، وطبعا كان جيش النمرود أضعاف مضاعفة من جيش كاوي. وأصلا جيش كاوي كانوا هم عبارة عن ناس من عامة الشعب، مش مدربين ولا عندهم دروع ولا شيء، عكس جيش النمرود. المهم وعندما التقوا في أرض المعركة وقبل أن تبدأ المعركة حدث غريب، وهو أنه أتى يعني أرسل الله سرب من البعوض فهجموا على جيش النمرود. وكانت البعوضة البعوض عندما يتجمعوا على جيش النمرود، على الجندي الواحد من جيش النمرود، ما يتركوه إلا وهو هيكل عظمي، يسلخوا اللحم سلخ من على عظامه. المهم هلك جيش النمرود، وهرب النمرود إلى برج بابل. وعندما رأى أتباع النبي إبراهيم هذا سجدوا شكرا لله تعالى. بعد ذلك هرب النمرود إلى برج بابل، ولم تلحقه إلا بعوضة واحدة دخلت في أنفه واستقرت في مخه. وكلما كانت تتحرك هذه البعوضة في مخه يعني كان يجن جنونه ويصدع، يعني لدرجة أنه يأمر الناس أن يضربوه على رأسه. ويقال أيضا أنهم كانوا يضربوه بالنعال على رأسه حتى يعني تهدأ هذه البعوضة. فسبحان الله تكبر فأذله الله أن يضرب على رأسه بالنعال. فلحق جيش كاوي بالنمرود إلى برج بابل وقبضوا عليه ووجدوه في حالة صعبة يرثى لها، ومن آثار الضرب والكدمات على رأسه. ثم حبسوه لوحده ولم يبقى معه إلا هو والثعابين الموجودة على كتفه. وعندما جاعت هذه الثعابين أكلت رأس النمرود، وبذلك انتهى هذا الطاغية الذي تجبر وتكبر في الأرض. وبذلك تكون انتهت الحلقة. لا تنسونا من اللايك لأنه يساهم في نشر المقطع، وأيضا الذين لم يشتركوا عليهم الاشتراك، والذين لم يفعلوا الجرس عليهم تفعيل الجرس حتى يعني تصلهم الحلقات القادمة، وتصلهم أيضا مقاطع المسابقة أولا بأول.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.